السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام عصام، سألقي قصيدة حدثني القمر. يا أيها البدر المسافر مهلا، انتظر واحمل سلاما للحبيب إذا نظر، واخفض ثناءك عند قرب حديثه، إني أغار على الحبيب من القمر. واجمع زهورا في المساء لعينه، ولسحره ريحانة عند السحر. أنا إن جفاني في الغداة حديثه، عند الرواح لروحه سمر وغمر. أنا إن رآني تارة بعيونه، ترى الفؤاد أبصر للبصر. أنا إن يكن لي ذكرا في سره، يخفيه عني عفة وللخفر. عيناه تبدي ما اختبى من أمره، والعين أفصح إعرابا من الخبر. صون اللسان عن الحرام معظم، وفي الفؤاد مصونة تلك الدرر. ولم يكن مستغربا من شأنه، ولم أجد مرة في الأمر مر. وهكذا ظني به ولن يخب، وليكن كذاك ظن مستتر. غير أني أحمد الله لفضله، ولتكن ذكرى له لعله يسر.